السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما العادة غادي نقدم لكم واحد الطبق صحي جدا بمكونات بسيطة واللي موجودة في أي بيت، يعني ماشي شي حاجة اللي غالية ولا شي حاجة اللي يقدر يتناولها أي واحد في البيت ديالو، وهي عبارة عن طبق نباتي 100%. وهذا الطبق هذا أنا ما شفته عند حتى شي واحد، ما وراه لي حتى شي واحد غير واحد المرة وأنا نعمله ويطلع لي طلع لي مزيان وليت عجبني، وبقيت كنعاودو ونعاودو، يعني بقيت كنستعمل دائما. وغادي نمروا الى المقادير. على بركة الله، المقادير هي القليل من الشامبينيونس، ما كتلاحظوا مشرومز، كنقطعوه على هذا بهذه الطريقه هذه، وعندي القليل من القزبر والمعدنوس، وعندي جوج ديال ماتيشات، وهذا الفلفل كيبقى اختياري، يعني اختياري على حسب الذوق. وعندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم كما كتلاحظوا بهذا الحجم هذا، وعندي صوص ماتيشا، وعندي هنايا القليل من الفلفل الاحمر، الكمون، الخرقوم، والقليل من السوداني كيف ما كتشوفوا، غير شويه ديال السودانيه باش غير كتعطي ديك النكهه بحر. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم السوداني يديروه، ما كاين مشكل. وعندي هنايا القليل من الحمص على حسب كمية ديال الناس اللي عندك في البيت، كنقوم بغليه في الماء ونتناو حتى يطيب ان شاء الله. بعد ما قمت بتقطيع المشروز بهذه الطريقه هذه، كنقوم بوضع له الماء طايب. انا هذا الماء عندي مغلي من قبل في كافيتيرا ديال الضو بهذه الطريقه، وكنشعل عليه البوطه يتم شغله يغلى 10 دقائق ماشي مكمله، حيدو ماشي حتى يدبل. بسم الله. كما كتلاحظوا انا الطبق ديالي ما كنعتمدش على طنجره الضغط، دائما كنطبخ على طنجره هادئه، على نار هادئه عفوا، باش كيكون الاكل صحي وكيحتفظ على الفيتامينات ديالو اللي فيه. وشكرا. كما كتلاحظوا مجرد المشروم ديالي غلا، غادي نقوم بتصفيته ان شاء الله. انا قمت بتصفيته وخليته يستقطر من الماء بيد ما يطيب لي الحمص ديالي ان شاء الله، ونشوفكم اللي طيب الحمص في امان الله. بما ان الحمص ديالي قرب ينضج، قمت بتقطيع الطماطم ديالي ووضعتها في خلاط الكهربائي وغادي نطحنها. وقمت ايضا بحك الثوم، فصوص ديال الثوم ديالي بهذه الطريقه هذه. استعملت هذه الحكاكه هذه الصغيره اللي رقيقه مره، وغادي نقوم دابا وغادي نقوم بطحن الطماطم ديالي ان شاء الله. غادي نقوم بصب عصير الطماطم ديالي في نفس الكسرونه اللي استعملتها لطبخ المشروم شامبينيونس او برغلو بالمغربيه. هاو، نسيت ما ذكرت لكمش زيت الزيتون في المقادير ديالي، كنضيف كميه من زيت الزيتون، وضفت الثوم، وغنضيف له حتى الفلفلات ديالي، وغنشعل على البوطه ان شاء الله على درجه حراره عاليه. ملي كتغلى الطماطم ديالي كنقص العافيه على البوطه. بعد ما غلات الطماطم ديالي كنقص من البوطه لدرجه حراره معتدله، وكنضيف سبايسيز لقامه بالفلفل الكامل والقليل من الملح، الملح على حسب الذوق، وكنخلط الخليط. بسم الله. وكنخلي لاصوص ديالي طيب. كيف ما كتلاحظوا غطيتها وخليتها طيب، وعلى بركه الله بيد ما طيب لي لاصوص غيطيب لي الحمص ان شاء الله، نوريكم المرحله النهائيه. كيف ما كتلاحظوا معايا لاصوص ديالي طابت، غادي نقوم بوضع ملعقه طعام كبيره من صوص طوماطو او حك ماتيشا، وغنحرك الكل هكذا، وغادي نزيد في البوطه شويه مع التحريك
ما كتشوفوا لاصوص ديالها هي خاطرة هالطريقة الطريقة هذه. مباشرة بعد ما كتغلي مع التحريك كنطفيو عليها البوطة باش غير كنجز ديك لاصوص كلها مع الطماطم اللي عندي. ولاصوص كيبقى اختياري، الناس اللي ما كيعجبش باش تضيف بحال هكا ما تضيفوش بحال هاد المكونات ماشي طبيعية، يعني ما تضيفاش. انا طفيت انا لاصوص ديالي وحيدتهم فوق العافية، وغادي نغطيها. كما كتشوفوا الحمص ديالي طازج، ها هو كيتفردت بوحدو كيتعجن بوحدو، ولاصوص ديالي حتى هي جاهزة. غادي نقوم بالمجز الكل مع بعض، ونزيد شتيتو د الملحة حيتاش أنا ما عملتش بزاف د الملحة، الملحة على حسب الذوق الأشخاص. وغادي نجز الكل مع بعضو. الحمص ديالي جاهز كيف ما كتشوفوا، الصراحة كيجي لذيذ 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 بزاف، أنا من الوجبات المفضلة عندي، وصحي وخالي من أي سعرات حرارية أو كوليسترول، يعني الناس ياكلوه هما ناعسين بلا يدهم دليمين. أنا غادي نقوم بتقديمه مع الدجاج مسلوق بالفرن والسلطة. نتوما أصدقائي الأعزاء تقدروا تاكلوه بوحدو أو مع سلطة او مع كفتة مشوية او مع اي حاجة انتم عندكم مفضلة. غادي نضيف له القزبر من بعد النص ايضا في النهاية باش كنحتفظ عليه صحي طايب، كنحتفظ عليه دار. ثم كتعرفوا مشاهدين الاعزاء القزبر من بعد النص كل ما كان طازج كل ما كان فيه منافع اكثر، كل ما طيبته كل ما قضيتي على المنافع اللي فيه. الطبق ديالك باش تزيدوا بنة على بنة كنضيف القليل من الكمون، واللي كيعجبو السوداني يضيف السوداني، وزيت الزيتون، وقم بتحريكه باش تمزج هادشي مع بعضيتو. صراحة كيزيد بنو كيجي رائع. بالنسبة للناس الريجيم يقدروا ياكلوه غير بالملعقة بدون الخبز مع السلطة، راه كافي وصحي وبنين. انا بعدا كناكلو كنستمتع الصراحه والله، يعني وناكلو بوحدو ما نعمل معاه لا لحم لا والو. كيف ما كتشوفوا اعزائي المشاهدين ومتتبعي الكرام، هذا هو الطبق النهائي ديال الحمص اللي شاركته معكم اليوم. كنتمنى يعجبكم، واذا عجبكم وعجبتكم حتى انا معاه كنتمنى تعملوا الاشتراك وتخليوا لي التعليقات ديالكم اسفل الفيديو للمزيد من تبادل المعلومات والوصفات بفضل الله. ونشوفكم على خير وبخير ان شاء الله في وصفة جديدة، وشكرا.